هلا مشاهدينا منتابع باقي محطات رحلتنا الصباحية لليوم. رح ننتقل لمحطة كتير مهمة خلال شهر رمضان. هايدي بنعرف قديش مهم فعل الخير، بيكتر فعل الخير والأياد البيضاء، ورغم كل الظروف يمكن القاسية اللي مرينا فيها والأوضاع الاقتصادية المعيشية، بتلاقي سوري بيقسم لقمته مع أخو السوري. أكيد نور، يعني مثل ما ذكرتي فعل الخير والعمل التطوعي بيعتبر هو ركيزة أساسية بالمجتمع لنشر التماسك والتكافل الاجتماعي بين الأفراد. وخلال شهر رمضان المبارك شفنا دور كتير كبير للجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية يلي عم تساعد وتقدم كل الحاجات للناس الموجودين اليوم بظل الظروف الاقتصادية والمادية والمعيشية الصعبة، إن كان بتقديم سلل غذائية أو حتى وجبات الفطور. اليوم رح نحكي عن مؤسسة سوريا بتجمعنا الموجودة من 12 سنة نور على أرض الواقع. أكيد كلنا شفنا الجهود الكبيرة اللي كانت مبذولة خلال كارثة الزلزال، أيضا ما زالت مستمرة بتقديم الدعم، واليوم كمان في إلها نشاطات خلال شهر رمضان. رح نتعرف أكثر سوا مشاهدينا على هذا الموضوع. معنا ضيفتنا لبنى مسوح المساعد الإداري في المؤسسة. يسعد صباحك، رمضان كريم. إن شاء الله جميع يا رب رمضان كريم علينا وعلى سوريا كلها. صباح الخير، أكيد تحية كبيرة لكل فريق سوريا بتجمعنا، ودائما نستضيفكم على عمل الخير والفعل الجميل اللي عم تقوموا فيه بكل الأوقات وبكل الظروف. خلينا نحكي رمضان بيجمعنا كلياتنا، يعني السوريين بيتوحدوا أكثر يمكن برمضان، بتلاقي كل الناس عم تحاول تعمل خير على قد ما فيها تقدم للشخص الآخر عم تقدم. خلينا نحكي عن رمضان بيجمعنا، مستمرين بحملاتكم، ما وقفتوا برمضان، يمكن صار جهود كبيرة أو مضاعفة عليكم، في جهود كبيرة عم تقوموا فيها نحكي عنها أكثر. صحيح، يسعد صباحكم مرة ثانية. هلأ حملة رمضان بيجمعنا هي حملة مستدامة دائمة من أول ما بلشت المؤسسة، من أول ما بلشت على الأرض. هي تقديم يعني بتشمل الإغاثي العيني النقدي الغذائي. هلأ حملة رمضان بيجمعنا هلأ مبلشين فيها نحن بسلل غذائية لدمشق وريف دمشق للأسر الفاقدة للمعيل، الأسر الفقيرة، ذوي الجرحى وذوي الشهداء بدمشق وريف دمشق والقنيطرة، والأسر اللي يعني خلينا نقول الفاقدة للمعيل بدمشق وريف حاليا. ومثل ما تفضلتي مستمرين بحملات الدعم بالمحافظات المنكوبة تمام يعني حسب الحاجة، ممكن سلال غذائية، ممكن ألبسة، ممكن محافظات معينة ولا المحافظات المنكوبة من الزلزال حاليا. تمام. طب خبرينا أكثر شو أبرز نشاطاتكم اليوم بشهر رمضان الكريم؟ هلا نحكي عن الجديد. مبارح كان عندنا حملة إفطار ل تقريبا 17 دار بدمشق وريفا. رحنا على هي دار ايتام ومسنين، كنا معهم وشاركناهم وجبات الافطار، انتقلنا من يعني من دار لدار. ف الحلو انك تشاركيهم، يعني مو انه تقدمي وتمشي، الحلو انه شاركناهم، قعدنا معهم، شفنا الفرحه بعيونهم. هلا هي الحمله مبارح كانت. مستمرين اكيد وجبات الافطار ما راح توقف، مستمرين مثل ما حكينا على دور الايتام والمسنين، مستمرين للعائلات اللي سبق ذكرها اللي هي اللي حكينا فيها الاسر الفقيره وذوي الشهداء والجرحى. ويعني طول ما انا قدرانين نقدم، سواء يعني هلا برمضان له خاصية معينة. صحيح. بس يعني نحن مستمرين بحملاتنا لكل الناس، وإن شاء الله ما بيضل حدا محتاج. يا رب، هي أمنيتنا كلياتنا. يمكن جهود كبيرة وجبارة عم تقوموا فيها بالتنسيق مع جمعيات أخرى، لأنه نحن عم نحكي عن عدد كبير يعني من المساعدات تقدم للناس المحتاجة بعد كارثة الزلزال. اليوم يمكن اللي ما بنقدر ننسى إلا ما نذكره بشكل مستمر، صارت الحاجة أكبر، العدد أكبر. فخلينا نحكي عن أهمية التنسيق اليوم خلال هي المساعدات وتقديمها، لأنه بنعرف بالبداية كان في شوية عشوائية أو كان في فزعة كتير كبيرة. اليوم التنسيق عم يكون أوسع وأكبر مع الجمعيات والمبادرات لتوصل المساعدات لمستحقيها. صحيح. لأنه بنعرف قديش في بلادية بحلب بريف حما في ناس كتير بعدها خارج بيوتها وتحتاج لمساعدة اليوم. تمام. هلأ نحن كحملة الزلزال كنا يعني توجيه وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والتنسيق والتشبيك مع الأمانة السورية للتنمية.
هلا كثير يعني ذكرتي نقطه كثير مهمه، انه اول الكارثه كان في يعني ما كان في تنظيم. التشبيك سواء بهي الوقت وباي وقت هو كثير مهم بين جميع فرق المجتمع الاهلي. صحيح. لانه هو اول شيء مثل ما حكيتي بوصل المساعده للمستحقين، بتحاولي قدر الامكان انه ما يصير تكرار لنفس الاشخاص، تحرمي اشخاص ثانيين من انك توصلين. التنظيم بانك تعطي كل فئه تقدري توصلي لكل فئه من اللي نحن عم نحطهم لحتى نوصل لهم. هيك نحن بنشتغل بموجب قوائم بنتواصل معه. يمكن هلا الداتا صارت اوضح بكثير من الايام او الاوقات السابقه. اكيد تقدروا توصلوا لجميع المتضررين ان شاء الله. هو هذا اللي عم نحاول نعمله، لانه لما يصير في تنسيق وتشبيك عم توصلي للكل، وعم تحاولي ما تكرري. بنفس الوقت مثل ما تفضلت انه في ناس ما عم يوصل للمساعده، في ناس جمعيات ما أنا سمعاني فيها. صحيح. طب مين هي المؤسسات اللي عم تشبكوا مع اليوم؟ هلا نحن حسب هلا نحن دائما بشرف وزاره الشؤون الاجتماعيه والعمل، بس نحن مثل ما حكيت حمله الزلزال كانت مع الامانه السوريه للتنميه، ويعني حسب الفعاليه اللي نحن رايحين لها، حسب نحن على انه جهه بدنا نشتغل، الجهه اللي بتساعدنا انه نكون معه وبتعطينا الداتا نكون موجودين معه، يعني ما في حدا معين. يعطيكم الف عافيه، جهود كبيره عم تقوموا فيها، واي حدا اليوم عم يقدم مساعده من عمل تطوعي او جمعيات او مبادرات فمشكورين من القلب. خلينا نحكي عن المطابخ الميدانيه اليوم الموجوده بالمحافظات، وكنا عم نستعرض بعض عبر الشاشه من شغلكم. قد ايه حلو يمكن هي المطابخ اللي بتكون موجودين على الارض، وخصوصا خلال شهر رمضان تكثر هي المطابخ، بتصير في تواصل مباشر مع الناس، بتشوف يمكن الجهود اللي عم تقوم فيها ما عم تروح هيك، يعني الناس بتعبر بشكل يمكن اكبر خلال هي المعامل. هلا نحن من وقت الزلزال، من وقت اللي لما صار القرار انه نكون بمطابخ ميدانيه، هي كانت للناس اللي بدور الايواء، لانه بالاساس يعني ما عندها اي مستلزمات لحتى تشتغل عليها. هلا نحن بعثنا معلبات غذائيه وبعثنا مواد ثانيه، بس للناس اللي ببيوتها، الناس المستضيفه عالم، اما الناس اللي بدور الايواء كان في المطابخ الميدانيه. والشعور الحلو انك انت عم تطبخي معهم وعم تاكلي معهم وعم تشاركيهم هي اللقمه، وان شاء الله يعني حتى هلا بفتره رمضان كمان بالمحافظات مطابخ ميدانيه. هلا حسب دور الايواء، لانه عم يصير في تنظيم لدور الايواء، في ناس ان شاء الله عم ترجع على بيوتها، فحسب الداتا الموجوده وحسب الناس الموجوده. تمام. طيب خبرينا اكثر، يعني عيد الفطر شو محضرين اليوم انتم؟ هلا مستمرين يعني من هون لعيد الفطر بحمله رمضان بيجي معنا اكيد. في شيء للاطفال؟ هلا اكيد نحن دائما في شيء للاطفال. نحن يعني دائما بالعاده بنروح على وقت نروح على دور ايتام نشاركهم بحفلاتهم بالهدايا بالعيد، اي فهي يعني هي دائما موجوده. هلا افطار، وان شاء الله بالعيد اكيد رح نكون معهم. حتى عم نشتغل على موضوع الدعم النفسي للعوده للمدارس بعد الكارثه، فان شاء الله مكملين. يعني فينا نقول المبادرات الاغاثيه بما يخص متضررين الزلزال مستمره بس اكيد، بس باطار اوسع كل حسب الحاجه او حسب أنظم الخطه اللي حاطينها. تمام بطريقه منظمه اكثر لحتى نقدر نوصل لنشوف مين بقيان من الناس اللي هي بحاجه، في حسب حاجه هي الناس. تمام. خبرينا اكثر اليوم قديش مهم وجود الجمعيات الخيريه باوقات الازمات، وحتى كمان باوقات الاعياد والمناسبات، قديش اليوم مهم وجودكم لفعل الخير؟ هلا اكيد مثل ما بيقولوا ايد لحالها ما بتزقها. صحيح. فهي الناس بحاجه لحدا يكون معها، لو احيانا عم تكون الكلمه دواء بصراحه. يعني نحن عم نحاول نقدر نحن وكل الجمعيات والمؤسسات المجتمع الاهلي اللي ما قصرت يعني خلال كارثه الزلزال او بعدها، فوجودنا معهم وقريبين منهم عم نحاول نخفف لو جزء من المعاناه اللي هي لها 12 سنه عمليا، مو هلا. فاكيد الوجود هي الجمعيات مهم لحتى للدعم للمساعدة وللدعم النفسي. يعني هي كثير عم لاحظها آخر فترة، أنه أحيانا لما تكوني موجودة مع الشخص المتضرر أو الشخص الجريح، لسه مستمرين بتقديم الدعم النفسي اليوم؟ مستمرين؟ أي أكيد مستمرين. وهلأ حاليا يعني وقت الأطفال المتضررين اللي طلعوا من مدارسهم وعم نحاول نشتغل على هي القصه، نحن عندنا برنامج اسمه شباب نبض الوطن، فهو بخص هذا الموضوع. قد ايه حلو اليوم، يمكن شفنا يمكن بعض صور من شغلكم وحكينا سابقا عن الدعم النفسي بحلقه سابقه، وللاطفال قد ايش مهم اليوم، لانه بنعرف الكارثه يمكن اثرت بشكل كبير على نفسيته. من خلال النشاطات والمبادرات يمكن اللي عم تقدموها للاطفال والدعم النفسي، نوعا ما بيصير في تهيئه مثل ما قلتي للعوده الى المدارس بشكل. صحيح. يعني فينا نقول سلامه
نفسيه صحيه 100%، لانه الاغلبيه بحاجه لهي السلامه النفسيه قبل ما يكونوا بحاجه ل كلنا يمكن حتى انتم كمتطوعين على الارض كلياتنا بتحسي طبعاً بلحظه بدنا دعم نفسي نوعا ما لتستمري بالشغل. الشيء اللي صار ما كان سهل على الجميع، يعني ونحن بالاساس عم نعاني، كنا بظروف صعبه واجا يعني بالاساس وضعنا الاقتصادي صعب، وهلا اجت ظروف الزلزال. فحتى نحن من فتره يمكن وقت كمان كنا عم نحكي على حملتنا المشتركه انتم بالقلب مع جمعيه قرى الاطفال اس او اس، هي استهدفت الاطفال اللي عمرهم تحت السنه، جدا كانت يمكن الى اثار ايجابيه وجميله لانه مخصصه انت الاطفال اللي تحت السنه، السله فيها الاغراض الخاصه بالطفل اللي عمره تحت السنه، فسميناها انتم بالقلب، كانت بحلب ولاديه، فهي طلعنا نحن كنا موجودين بحلب بلادي، صرت تجمعنا فريق اس او اس. يمكن نعم. هي المبادره قدمت لكم دعم نفسي لكم اكثر، دعم نفسي صحيح. يعني هي حلوه وبتزعل، يعني انت عم تشوفي الاطفال اللي تحت السنه، نحن في ناس يعني ما قدرنا بس تنبسطي لما تفرحي يوم الاطفال بهيك عمر، اكيد جدا جدا شعور كثير حلو. وحتى حاطين كان يعني بقلب السله الموجود العاب، انه هذا الولد ما بيعرف شو صار معه، فهي اللعبه يعني كثير انه هي شيء بسيط بس خليه ينسى الشيء اللي مرق فيه، فكثير كانت حمله حلوه. اجمالا اي شيء للاطفال هو شيء ايجابي لنا قبل يعني. تمام. طيب خبرينا، كان في صعوبات واجهتيها اليوم واجهتوها خلال هي المبادره اللي اطلقتوها؟ كان في فرق بشهر رمضان الماضي عن هلا عن تحضيراتكم؟ هلا الصعوبات هي نحن عم نسميها صعوبات، هي اكثر مسؤوليه انه انت تحاولي توصلي لاكبر قدر ممكن من الناس اللي هي بحاجه مساعده، لا يعني لاهلنا واخوتنا الموجودين بدمشق وريفه وبالمحافظات الثانيه، فهي عم تكبر المسؤوليه اكثر من انه تكبر في صعوبه اليوم، يعني في جهود كبيره وصعوبه كثير كبيره عليكم، لانه الدائره ما عم تصغر، الدائره عم توسع، لما نحكي عم نوصل لاكبر عدد اليوم من الناس لتقديم المساعده بعد كارثه الزلزال، بنعرف انه الاعداد صارت مضاعفه، يعني حتى صح. عمل الخير رغم كل الظروف بسوريا وايادي الخير مستمره، يعني هي الجميل اليوم يمكن اللي بيعطينا هيك امل انه فعليا فينا نتخطى هي الظروف القاسيه، بس في جهود وصعوبات لانه العدد عم يكبر. نحن عم نحكي عشان هيك مسؤوليه كبرت، لهيك مسؤوليه كبرت، وفعليا متعب يعني بشكل مستمر انتم تكونوا مستمرين على الارض وتقديم المساعده. وانت لما تقولي مثلا هيدا المبلغ محدد لخمس اشخاص صحيح. بعد شهر في غلاء معيشي، يعني عم تكون الارقام مضاعفه، ف اسمه كيف عم تصير التوزيع، عم تحاولوا في مسؤوليه بينكم بين حالكم انه نحن عم نحاول نوصل لكل محتاج اليوم. صح. هلا الصعوبه اللي عانيناها مو بس بحمله رمضان وقت مشروع دوائي، انه نحن مشروع دوائي مشروع لمده سنه تاسيسي صحيح، يعني هو لمده سنه كامله المريض بياخذ ادويته لمده سنه بشكل مجاني بالكامل من المؤسسه. الصعوبه اللي لقيناها انه نحن اسعار الدواء ما عم تكون ثابته، فعم تختلف، وكنا نحن كانت الخطه طبعا انه نطلع على برات المحافظات لبرات دمشق وريف دمشق مشروع دوائي، فهون وقفنا شوي بس لنرجع. هي واحدة من الصعوبات انه بترجعي تعملي دراسه على شو بتقدري تقدمي والعدد اللي بتقدري تقدمي له. ولهلا هي الصعوبات يعني انا سميتها مسؤوليات، لانه نحن ما رح نوقف الصعوبات موجوده صحيح. ما رح نوقف صحيح. يعني بدنا نحاول قدر الامكان نوصل للكل تماما. اي يعني مثل ما تفضلتي يعني بايادي الخير موجوده، وطول ما انا موجوده فنحن مستمرين يعني. تمام. طيب خلينا وضح اكثر، كيف كانت حجم المساعدات؟ كان في عدد معين للسلل الغذائيه اللي قدمتوها وشو بتتضمن برمضان قصدك ولا بشكل لا برمضان عام؟ هلا رمضان لسه ما فينا، ما حددنا العدد المحدد، لانه نحن مستمرين من اول يوم لهلا كل يوم في تغيير، فما في عدد يعني ما في عدد ثابت، بس اللي بدنا اللي عم توزعوها اليوم. نعم. نوعيه هي سله غذائيه. هي سله غذائيه شامله. ايه تمام. بس بس يعني بلشت مع اول يوم رمضان ومستمرين لاخر يوم برمضان لمرحله العيد. يعطيكم الف عافيه. بالختام كلمة بتحبي تقوليها وتوجهيها لكل الشباب اللي عم يتابعنا، المتطوعين على الأرض، كل المبادرات، وكلكم يعني هي شراكة مجتمعية أهلية مسؤولية على الكل، شو بتحبي تقولي لهم؟ هلا بالنهاية أكيد ما حدا قصر، كله هي البلد يعني بلدنا كلنا، وما حدا قصر وكله تعب من قلبه، وأي حدا بيقدر يقدم لو ساعة من وقته. التطوع شيء كثير حلو وشيء هيك يعني بجمل النفس، وعم يرجع على الشخص اللي متطوع بطريقه ايجابيه اكثر من الشخص اللي رايحه تساعديه. ونحن كسوريا بتجمعنا اذا الله راد مكملين تحت اسم يعني مؤسستنا عطاء بلا حدود على امتداد الوطن ان شاء الله. عطول تسلمي. شكرا لك. اكيد نشكرك كثير لبنى مسوح، المساعد الاداري بمؤسسه سوريا بتجمعنا. يعطيك العافيه. شكرا لك. يعطيكم العافيه. نشكرك على وجودك معنا، وتحيتنا لكل الفريق، نتمنى كلكم تكونوا معنا بالاستديو شركاء. أكيد تحيتنا لكم كلكم. شكرا لكم.